صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. إن يوم المبعث النبوي الشريف هو يوم عظيم في تاريخ الإنسانية، ففيه بعث النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة لتبدأ ولادة الإسلام، ليبدأ انطلاقة جديدة في تاريخ الإنسانية. فيوم المبعث هو يوم حضارة جديدة، بداية بناء الحضارة الإسلامية، انطلاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بزوغ الإسلام في تاريخ الإنسانية. هذا اليوم العظيم بعث فيه النور. الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين التي بدأنا بهما البحث يشير إلى صفات النبي المرسل المبعوث رحمة إلى العالمين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، مبعوث إلى الأمة، فقد جاء بعد أن نزل عليه الوحي ليبلغ رسالات الله عز وجل، ليكون شاهدا على الأمة. شاهدا، ماذا تعني كلمة شاهدا؟ تعني أن النبي صلى الله عليه وآله تعرض عليه أعمال الأمة فيشهد عليهم، وبمعنى آخر هو شاهد أيضا لما تقوم به الأمة، أتباعه الذين آمنوا بالإسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثانيا، هو مبشر للمحسنين، مبشر للمؤمنين بأن جزاءهم الجنة وبأن لهم السعادة الدائمة، النعيم الدائم، الخلود الدائم في الجنة، وهذه أفضل بشارة. فالنبي مبشر لعباد الله الصالحين، وهو منذر للعاصين، للكافرين، للمنحرفين، بأن عقابهم عسير. إذن هذه الوسيلة، وسيلة البشارة والإنذار، هذه من الوسائل المهمة في التربية، من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكل الأنبياء كانوا يبشرون وينذرون. النبي صلى الله عليه وآله جاء مبشرا لكي يجلب الناس إلى الإسلام، يبشر بالجنة. هذا تأتي بالإنسان بالمنفعة، عندما يشعر الإنسان بالمنفعة هذه تحفزه إلى عمل الخير، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهو مبشر إلى الله، مبشر من الله لعباده بالجنة، ومنذر. الإنذار هذه وسيلة أيضا تجعل الإنسان ألا يرتكب المعصية، لأن في عقوبات، في غرامات، في عقاب في يوم الحساب، وبالتالي حتى يدفع الإنسان عن نفسه المضرة يكون مطيعا لله ولرسوله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. النقطة الثالث الرابعة هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن ركز على كلمة بإذنه. طبعا كل الأعمال التي يقوم بها الرسول صلى الله عليه وآله هي بإذن الله، لكن لماذا خصها هنا بالذكر؟ حتى يقول للناس أن النبي لم يقم بالدعوة من عند نفسه، وإنما هو نبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه، بإذن الله عز وجل. وسراجا منيرا، النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الصفة الخامسة، هو سراج. السراج بمعنى المصباح، سراج منير يضيء للناس طريق الخير، طريق الحق، طريق الصلاح. فقد كان المجتمع قبل البعثة يعاني من أمراض الجهل والتخلف والخرافة والأساطير، فجاء النبي صلى الله عليه وآله الذي كان وجوده نورا للأمة وسراجا منيرا. القرآن الكريم ورد فيه ذكر السراج في أربعة مواضع، ثلاثة مواضع منها ترتبط بالشمس، وموضع واحد فقط يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. هنا في إشارة مهمة قرآنية، الشمس من أين تأخذ نورها؟ الشمس تأخذ نورها من داخلها، يعني الشمس هي نفسها تولد النور، بخلاف القمر، القمر يأخذ نوره من الشمس كما هو ثابت علميا الآن. الشمس تشع نورها من نفسها، كذلك النبي صلى الله عليه وآله وجوده نور، هو منبع النور، هو منبع الضياء، هو الذي أنقذ الأمة من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، هو الذي أنقذهم من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله عز وجل. لذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله وسلم، بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. في الجاهلية كانوا الناس يعبدون الأوثان والأصنام، كانوا يسووا لهم أصنام من حجر، من تمر، من أشياء أخرى، يعلقوها على الكعبة وكانوا يعبدونها. فجاء النبي صلى الله عليه وآله لينقذهم من هذا الضلال، من هذا الانحراف، ليخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فوجود النبي صلى الله عليه وآله فوجود النبي صلى الله عليه وآله هو كان مصدر الضياء والنور، عم بنوره الكائنات، فهو بركة أينما حل، وجعلني مباركا أينما كنت. النبي شخصية مباركة، النبي هو السراج المنير، وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله، أن نأخذ من نوره لننشر نور الإسلام، أن نتخلق بأخلاقه حتى نسير على هدي أخلاقه وآدابه، وهو القائل:
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى الأمة مزكيا لأنفسهم، مهذبا لأخلاقهم، معلما لعقولهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن مهمة النبي صلى الله عليه وآله هي تلاوة الآيات القرآنية. النبي جاء بالقرآن، معجزة الإسلام، جاء بآيات الله. ولذلك كان أهل الجهل كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون آيات القرآن فيتأثرون بها. والتزكية تزكية النفوس، والتعليم والتربية، هذه مهمات الأنبياء، وهو ما قام به الرسول صلى الله عليه وآله، وتحمل في سبيل ذلك الأذى والضيم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله يذهب إلى القبائل قبيلة قبيلة ويقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان أبو لهب وغير أبو لهب وأبو جهل يلاحقون الرسول صلى الله عليه وآله ويقولون للناس: لا تطيعوه فإنه كذاب. الرسول تحمل ذلك، تحمل صنوف الأذى وتحمل صنوف العذاب حتى انتشر الإسلام تدريجيا. الإسلام اليوم نحن نراه منتشر في قارات العالم، في قارات الدنيا، بفضل جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه المنتجبين والذين كانوا معه، وقفوا مع الرسول وتحملوا الآلام وتحملوا الأذى حتى انتشر الإسلام. واليوم نحن نعيش عصر انتشار المادة، انتشار الماديات في هذا العالم. العالم أحوج ما يكون اليوم إلى القيم الدينية، إلى القيم الأخلاقية، إلى قيم الإسلام وآدابه. وكل إنسان منا يتحمل مسؤولية، مسؤولية حفظ الإسلام، نشر الإسلام، المساهمة في التبليغ عن قيم الإسلام. كل إنسان ممكن يكون مصدر للنور، مصدر للخير، مصدر للبركة، ممكن أن يكون سراج، مصباح ينير العالم من حوله، ينير من حوله من الناس. ويمكن للإنسان لا يكون طاقة غير مفعلة، ممكن أن يكون كائن غير منتج، غير معطاء. إذا أردنا أن نسير على نهج الرسول صلى الله عليه وآله نقتبس من نوره، نقتبس من سراجه نورا. كل إنسان بقدر استطاعته، بقدر إمكانياته، بقدر ما وهبه الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يساهم في حفظ الإسلام، في نشر قيم الإسلام، في الدعوة إلى مبادئ الإسلام. الآن تشوه صورة الإسلام في كثير من دول العالم، صورة الإسلام، قيم الإسلام، أخلاق الإسلام، لأسباب متعددة. المؤمن بإمكانه أن يكون سراجا وهاجا، سراجا منيرا، يعمل من أجل نشر قيم الإسلام، قيم الدين. الآن تقلصت عند في بعض المجتمعات وعند بعض الناس أخلاق الإسلام، تقلصت قيم الإسلام، تقلصت نور الإسلام في القلوب. أصبحت الماديات تسيطر على الإنسان، أصبحت الأخلاق التجارية تسيطر على كثير من الناس، أصبحت المصالح الشخصية الذاتية هي المهيمنة على سلوك الإنسان. ولكن الإنسان المؤمن بإمكانه أن يكون شخصية مباركة، شخصية نافعة، شخصية مفيدة،
وبذلك يكون مساهما في نشر الإسلام والمحافظة عليه. هذا الدين الذي عمل من أجله الرسول صلى الله عليه وآله وبذل وضحى، وهو خاتم النبيين، وهو القائل صلى الله عليه وآله: إنما بعثت فاتحا وخاتما. فهو الفاتح لدين الله، هو الناشر للإسلام لعبادة الله عز وجل، وهو خاتم النبيين. هذا النبي صلى الله عليه وآله الذي تحمل ما تحمل وأوذي بما لم يؤذى أحد بمثله، علينا أن ننصره بالتعريف بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله، بالمساهمة في ذلك، وأيضا بأن نجسد قيم ومبادئ وأخلاق الإسلام في أنفسنا وأن نعكسها على من حولنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وآله، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.